من غزة ينضم إلينا محمد أبو ناموس مراسل الغد. تفاصيل هذا القصف على وسط قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين. نعم سهام، يعني شهيدان وإصابة اثنين آخرين وصفت حالتهما بالحرجة حتى هذه اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لموقع يتبع لي كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس وسط مدينة أو وسط قطاع غزة. هذا القصف الإسرائيلي قال الاحتلال الإسرائيلي أنه جاء بعد تعرض وحدة إسرائيلية لإطلاق النار جنوب القطاع، مما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة كما قال بيان الجيش الإسرائيلي. ولكن لو تطرقنا للحديث بشكل أوسع، هذا الاستهداف الإسرائيلي ربما يكون له تداعيات جديدة على الوضع في قطاع غزة، خاصة وأنه يأتي في فترة حساسة من طبيعة التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بالوساطة المصرية داخل قطاع غزة. هذا اليوم كان إلى حد ما حافل باستهداف الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، رغم سلمية مظاهراتهم في الجمعة 57 من مسيرات العودة. هناك أيضا حديث عن إصابات أخرى خطيرة جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي، من بين هذه الاستهدافات هناك أيضا إصابات خطيرة لأطفال، وهناك حديث عن طفلة تبلغ من العمر 17 عام إصابتها خطيرة حتى هذه اللحظة. تبع هذا القصف قصف آخر أيضا لعدة مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية المسلحة داخل قطاع غزة. نكتفي بهذا القدر محمد، شكرا جزيلا لك. محمد أبو ناموس مراسل الغد كان معنا من غزة.